السلام عليكم ورحمة الله، يا أهلا وسهلا بكم جميعا. فيديو النهاردة إن شاء الله يكون فيديو مفيد، هو عن التعتيق. التعتيق معناه إيه؟ هو إكساب المشغولة الخشبية أو الزخارف المظهر التاريخي أو المظهر الأثري، بحيث تبان بالمنظر ده كده. طريقة سهلة جدا، إحنا يعني بنحط اللون الغامق داخل التجاويف أو الأجزاء الغائرة، واللون العالي فوق بنمسحه، بتبقى بالمنظر ده. في الفيديو ده هنعرف طريقة تعتيق القطعتين دول، وكذلك لو عندك براويز بالمنظر ده ازاي تعتقها، يا كلاسيك يا مودرن، وانت بعد كده تبدأ تضيف وتحط درجات من عندك. تمام، يا ريت تقول لنا رايكم في الصوت ايه، لان انا حاولت اظبطه المره دي على قد ما اقدر. لو الصوت برضو سيء يا ريت تبلغونا، ولو كويس تكتبوا لي في التعليقات ان الصوت كويس. خليكم معانا نهايه الفيديو، وان شاء الله يكون فيديو مفيد. اول حاجه هنجيب الخشب بتاعنا، سواء كان خشب سويدي او خشب MDF، بشكل الحلية اللي انت عايز تعتقها او هتدهنها. واجيب دهان بلاستيك او امنشن مائي بتاع الحوائط مطفي، تمام، لان في دول الاسماء مختلفة عندهم، فده اللي بيندهن بيه الحوائط يا جماعة. تمام، المطفي العادي خالص هو تدهن بيه الخشب بتاعي، وبعد ما ادهنه اسيبه لما يجف. إذا كان محتاج كمان وش أديله وش تاني، بس بعد تمام الجفاف كده أنا دهنتها خلاص. وبعد ما جف ممكن أستخدم الصنفرة الناعمة جدا إذا تطلب الأمر ذلك، يعني إذا لقيت إن هي مثلا فيها بعض الخشونة ممكن أستخدم الصنفرة خفيفة الناعمة جدا. تمام، بعد كده أبدأ أدهن الخشب بتاعي بالأمنشن أو البلاستيك بس النص لمعة. يبقى أول خطوة كان مطفي، الخطوة ديت هدهنه بالنص لمعة، أي نوع بقى، أي نوع أنت عايزه، بس المهم يكون نص لمعة بالمنظر ده كده. بعد كده هجيب، بعد خلاص ما دهنتها وجفت تماما وخدت وش نص لمعة، هجيب الذهب بتاعي. النوعية دي موجودة في جوتن، تمام، يعني دي نوعية معقولة كويسة، ممكن تجيبها جاهزة زي ما هي كده، أو بتجيب بودرة ذهبي زي دي كده وتقلبها مع سيلر. السيلر بتدوبه في تنر، سيلر وتنر نسبة 1:1، وبعدين تضيف الذهب البودرة ده. والذهب البودرة ده في منه أنواع، في منه أنواع لمعتها كويسة جدا، وفي منه أنواع متوسطة. فإحنا النهاردة هنستخدم الجاهز اللي هو من جوتن ده نحاسي، وهنعمل دلوقتي نحاسي وذهبي ونشوف إزاي نقدر نعتقهم مع بعض. تمام، طبعا بنقلب كويس جدا، وابدأ بالفرشة أبدأ أدهن القطعة بتاعتي. كده أنا دهنت الذهبي النحاسي، ودلوقتي بدهن الذهبي العادي. ودول الذهبي دول الوسيط بتاعهم زيتي زي ما قلنا، وهسيب لكم في الرابط بتاع الفيديو في شريط الوصف تحت الرابط بتاع الفرق بين الزيتي وبين المائي، بحيث اللي حابب يعني يتفرج ويشوف الفرق بين الذهبي الزيتي والذهبي المائي. هما الاثنين دول من شركة جوتين. يعني هنبدأ بعد ما دهنا وخلصنا، نبدأ بقى نعتق الحلاقة بتاعتنا. بنجيب الألوان اللي هي زي دي، ألوان زيتية، أي ألوان زيتية، تمام، وبحط على البلتة أو الجزء اللي تشتغل بيه، وبجيب التيك أويل أو زيت المفتاحين، اسمه في مصر زيت المفتاحين، وفي الدول العربية اسمه تيك أويل، تمام؟ وآخد نقطة كده بالفرشة، تمام أهيت، وأبدأ أقلب مثلا اللون، وليكن مثلا اللون الأحمر ده كده. طبعا التبتين يعني زي ما أنت عايز، أنت تبدع فيه براحتك خالص، الموضوع مفتوح، تعمل تجارب بحيث توصل للدرجة اللي أنت عايزها. أنا مثلا المرة دي هعمل، هبتن اللون الذهبي ده باللون الأحمر. هبدأ في الأجزاء الداخلية دي وأحط اللون الأحمر بالمنظر ده كده اهوت، يعني ممكن أدهنها كلها أفضل. ممكن في ناس بدل الزيت المفتاحين أو التوك أيل بتحط نقطة نفط أو نقطة تربنتين بدل التوك أيل، كل واحد طبعا ليه طريقة. وأبدأ أجيب قطعة قماش نظيفة اهيت، وابدأ اعملها بالمنظر ده كده، اكورها وابدأ امسح العالي بس بالطريقة دي كده.
هاجي على اللي هي النحاسية ديت، طبعا الأحمر مش هيبان فيها، فهبدأ أستخدم لون أغمق شوية وليكن البني ده. وابدأ أحطه جوه هنا في الأجزاء الغائرة بالمنظر ده كده. وابدأ نفس الحكاية برضو أمسح العالي اهوت. نيجي بقى للطريقة التعتيق بالألوان المائية. دول كده الاتنين دول كانوا ألوان زيتية، خفتهم بالزيت المفتاحين أو بالترابنتين، أما دول كده ألوان مائية فأنا هخفهم بالمية. تمام، ألوان مائية تتباع في المكتبات عادي خالص، هخفهم بالمية وأبدأ أعمل مثلا أقلب هنا أسمر على أخضر أوصل للدرجة اللي أنا عاوزها. تمام، وبعدين أبدأ بالفرشة في الأجزاء الغائرة وأحط اللون بالمنظر ده كده. تمام، أهوت. وبعدين أجيب القماشة بتاعتي وأجيب جزء نظيف من القماشة وأبدأ أرش عليها مية وأبدأ أمسح الأجزاء البارزة بالمنظر ده كده. تبقى عندي بالشكل ده. هبدأ أجيب واحدة تانية وأحط لون تاني خالص، وليكن مثلا هاخد اللون الأزرق ده نقطة مية وأخد الأزرق. طبعا بعد ما بخلص تعتيق خالص ممكن بقى تدهن الخشب بتاعك ورنيش، فهيثبت الألوان المائية اللي أنت عتقت بيها دي كلها. اللون الأزرق أهوت برضو نفس الموضوع، أجي في الأجزاء الغائرة كده أشد بالفرشة. وابدأ أرش على القماشة بتاعتي مية وامسح قطعة الخشب طبعا حساسية ايدك بقى في المسح هتيجي بالتكرار، يعني مرة في مرة انت هتتعلم تضغط قد ايه او تمسح ازاي، هتيجي كل ده بالممارسة. تمام، مثلا الحتة دي اتمسحت منك ممكن ارجع اعيدها تاني بالمنظر ده كده وارجع امسحها بشويش او بالراحة كده وهكذا. دلوقتي اخر حاجة عندنا القطعتين دول، احنا كنا عملنا لهم فيديو قبل كده عن طريقة تذهبهم، ده تذهيب مائي وده تذهيب زيتي. ممكن نعتقهم اما بالالوان المائية او بالالوان الزيتية، يعني براحتك. خلينا نشتغل في الزيتية كده ونظبطها مع بعض. اللون ده الذهبي ده هديله مثلا احمر، التعتيق بتاعه احمر، ونشوف النتيجة شكلها ايه. نقطة زيت مفتاحين او نقطة ترابنتين او نقطة تيك اويل، وابدأ في الاجزاء الداخلية كلها اديله اللون الاحمر ده. كده دهنا كل الوردة بتاعتنا او القطعة بتاعتنا بالتبتين الأحمر بتاعي. هبدأ أجيب القماشة، نبدأ تكون قماشة طبعا قطن ناعمة، أبدأ أمسح بالراحة الأجزاء العالية بالمنظر ده كده. تبدأ تظهر معاك في ناس بتفضل التعتيق يكون غامق، وفي ناس بتحب يعني ايه تعمل الوان مشابهه لمثلا لو دي هتحطها على الستاير بتعمل مثلا تعتيق احمر بحيث يمشي مع الستاره بتاعتك. تمام، دي النتيجه اهيت. تعالوا نشوف القطعه التانيه دي بقى هنعمل فيها ايه. دي هنختار لها لون غامق شويه،
وليكن مثلا لون البني ده مع نقطة أحمر برضو نغمقه شوية. أحط المنظر ده كده، أكون اللون كويس، أقلبه كويس وأبدأ أخش في الأجزاء الغائرة. نبدأ بقى نشيل أو نمسح بالقماشة الأجزاء العالية زي ما عملنا في الفاتت دي بالظبط. منظر ده كده الموضوع طبعا سهل جدا. هو الموضوع كله انك بتحط في الأجزاء الغائرة لون غامق أو لون مخالف، وبعد كده تبدأ تمسح الأجزاء العالية بالمنظر ده بحيث يبان ان هو معتق أو يديله الطابع التاريخي. كده يبقى النتيجة بتاعتنا ظهرت، التعتيق بتاعنا هوت. ممكن خلاصة الموضوع يعني ممكن تعتق بالألوان المائية أو بالألوان الزيتية. لو هتستخدم ألوان مائية يبقى بعد ما تخلص تدهن ورنيش عشان تحمي الألوان بتاعتك بحيث لو جه عليها مية بعد كده ما تفكش. لو هتستخدم الألوان الزيتية يبقى هتحلها بنقطة ترابنتين أو نقطة تيك أويل أو زيت مفتاحين. في نقطة مهمة عايز أقول عليها، نفترض أنت بتشتغل لقيت الأجزاء العالية بدأت تغمق منك أو بدأت تطلع منك، بتجيب قطعة سفنج وتحط عليها لون ذهبي وتبدأ على الأجزاء العالية وتضرب عليها كده ترجع زي ما كانت بالظبط. تمام، دي نماذج ودي ألوان احنا عملناها مع بعض. انت ممكن بقى تضيف، دي مجرد تجربة، انت ممكن تضيف وتعمل احسن ان شاء الله. في نهاية كل فيديو انا بطلب منكم حاجة واحدة وهي الدعاء، يا ريت تدعوا لنا بظاهر الغيب لان الدعاء ان شاء الله مستجاب ولك مثله. تمام، شكرا لكم جميعا، ما تنساش برضو الدعاء ليا ومع الف سلامة.